اجي اجي تكتشفي معايا عروض هذا الاسبوع عند كازاكي، تبقى ثمينه وعلى انسب بوسات ماما كيت زوج في واحد، كرسي هزاز وبوسات في نفس الوقت، الاستعمال من زياده باك اسونسيال اولياز ربعات العناصر وساك فابور معقم رضاعات افن 3 في واحد، ليمي موبيل كونت موتون روز والبلو ديوجي فرير صورتي بام مورا بثلاثة تلوينات غزال البلو البيج وحتى الغوز، وباك بيوديرما بثلاثة العناصر جيل موسو شامبوان وحتى الكريم دو شونج وحقيبة مجانية، وأخيرا كرسي الأكل من بريفي لاستعمال من زيادة. برودوي رقم واحد، مازال ما شريتي بوسات؟ ما تهزيش الهم، عند كازاكيت الحل. بوسات ترانزات من ماما كيت زوج في واحد، بوسات متينة وكرسي هزاز ومريح في نفس الوقت، تنزهي انتي والبيبي ديالك بكل أريحية وتعاونك حتى في نعاسو بالبالونسمون ديالها باش تقضيش غلاتك وانتي مطمئنة عليه، مريحة بفضل الفراش ديالها رطب وآمنة بفضل أحزمة الأمان، كتميز بظهر غيكلاب اللي يريح البيبي والغبوز بيه اللي حتى هو قابل للتعديل، خفيفة سهلة في الاستعمال كتطوى غير بيد وحدة، ما تشتلك البلاصة والسليلة ديالها اللي كتهزلك مستلزمات البيبي، ونزيدك تقدري تستعمليها من زيادة وراهم توفرة ثلاثة ديال الوينات غزالين. خدوي رقم زوج، كرسي الاكل من لامارك بريفي زوج في واحد، ترونزات يرتاح فيه البيبي من زياده وكرسي الاكل في نفس الوقت، ظهر غيكلابل على ثلاثه ديال الاوضاع والفراش ديالو ارطب ومتين، مجهز بقوس الالعاب غزال كيلاهي البيبي ويطول الحواس ديالو، بلاطو مع جوج ديال لي بورت كوبلي وساهل في الغسيل، عملي في الاستعمال ديالو ودي بلاصه بفضل الرويدات اللي فيه، ونزيدك تقدري تحكمي في الطول ديالو على حساب الطبله ديالك، فيه ربعه ديال الارتفاعات وبوست بي حتى هو غيكلاب على ثلاثه ديال الاوضاع على حساب طول البيبي، ما كيتطوى ما يشدش لك البلاصه، وراه متوفر في جوج ديال الوينات غزالين الفيغ بونبون والفيولي. اكتشفوا دابا البرودوي رقم 3، باك اسونسيال من اولياج عند كازاكيت، ماركه فرنسيه غنيه بالمياه الحراريه والاملاح المعدنيه، ربعه ديال لي برودوي اساسيه كريم لافون جوج في واحد، شامبوان وجيل دوش في نفس الوقت، الوجه الجسم وحتى الشعر، الماء المطهر 500 امل اللي يهنيك من الدوش كل نهار ويخلي ريحه البيبي غزاله، ليمون ينظف المنطقه الحساسه ديال البيبي ويفاديك احمرار الجلد ديالو، والشامبوان الغزال 200 امل خالي من ماده البارابين ينظف الشعر ويحافظ على نعومته وريحته الغزالة، ونزيدك كتمشي معاه دروس فابور. ودابا البرودوي رقم 4، ليمي موبيل كونت موطون فيتيك عند كازاكيت، لعبة سر الأطفال الدوارة بثلاثة الخرفان الغزالة أون بيلوش، الأضواء الملونة لا بروجيكسيون لومينوز وحتى الموسيقى الهادية تعاونك على تهدئة البيبي وحتى في نعاسو، لعبة ثلاثة في واحد بجهاز التحكم عن بعد بروجيكتور فيوز، ونزيدك فيها حتى مستشعر الصوت اللي كيخليها تخدم تلقائيا منين كيبكي البيبي، وتقدري تحكمي حتى في التوقيت اللي بغيتي، فيها ألحان غزالة أغاني وحتى أصوات الطبيعة، حجم الصوت قابل للتعديل كتخدم بلي بيل وراه متوفره في الغوز البنيتات وحتى البلو الوليدات. خذي رقم 5، حيت التعقيم ضروري ليك والبيبي ديالك باش يسهل عليك ويكون فعال، كازاكيت جابت لك الحل، معقم الرضاعات 3 في 1 من لامارك افنت، الفعالية والاقتصاد في الوقت وحتى في المجهود، بيه تعقمي حتى 6 ديال الرضاعات زاج وبلاستيك وبجميع الاحجام والماركات والسكاتات الحلامات وحتى لي زاكسيسوار ديال التيرلي، ايها لالا حتى هما، وهادشي كامل في دقه وغير في 6 ديال الدقائق، فعال كيعقم بالبخار وكيقضي على الجراثيم والبكتيريا بنسبه 99.9%، ولمده 24 ساعه، ونزيدك راه اوتوماتيك كيطفى بمجرد ما تسالي مده التعقيم، واش كتصني باش تعقمي رضاعات البيبي ديالك؟ دوزي خدي المعقم ديالك عند كازاكيت، جوده عاليه ثمن مناسب، مع كازاكيت ديما كاين الحل. خدوي رقم 6،
باك اسونسييل من بيوتيرما عند كازاكيت، الماركه معروفه بمكوناتها البيو، باك من 3 ديال العناصر اساسيه تعاونك على تنظيف البيبي ديالك وتحافظي على نعومه البشره ديالو. جيل موسون 200 ام ال 2 في 1 بيتنظف لوليدك الجسم ديالو حتى شعرو. الشامبوان الغزال الشعير خالي من ماده البارابين وما كيحرقش في العوينات، والكريم دو شونج مستخلص اكسيد الزنك والجليسيرين اللي كيلعبوا دور كبير في تنظيف منطقه الحفاضه ترطيبها وحتى تفادي الاحمرارات، وراه كتمشي مع حتى حقيبه مجانيه. ما تمشيو فين؟ البرودوي رقم 7. محتاجه لفوطه حمام البيبي ديالك تكون رطبه مقطنه وبثمن مناسب؟ اكيد عند كازاكيت، صورتي تبان من مورا، فوطه رطيبه ناعمه و 100% قطن، تنشف البيبي بسرعه بفضل غطاء الراس ديالها، تحمي البيبي ديالك من البرد، فيها مترو على مترو والدبادي بالشكل اللي فيها، متوفره في الوينات البنيتات وحتى الوليدات. ودابا نكتشفوا البرودوي رقم 8. باك بازيك جيفري عند كازاكيت، جوج ديال العناصر العنايه بجسم بيبي وتنظيفه، لينيمو اوليو كالكر 500 ام ال العنايه بمنطقه الحفاضه، وليلات جات 70 وحده مستخلص زيت الزيتون، استعمال يومي بهم تنظفي جسم البيبي وحتى منطقه الحفاضه تحميها من التهابات وحتى الاحمرارات.